شوفوا يا جماعة تشجيع وتحفيز هذا الرجل السعودي للطلاب وطالبات جامعة الجوف في يوم تخرجهم. اسمعوا. لا توقفون عند حد. ما شاء الله فتحت لكم المجال. اللي بيواصل شجعه بيعطيه وتسهر على راحته. واصلوا الله يسعدكم. امين. الله يسعدكم ويسعد الدوله اللي وصلتكم الموصيل. الله اكبر. شوفوا الطاقه الايجابيه اللي ينشرها بين الطلاب يا جماعه. شوفوا. الشاب الطموح اللي نفتخر به. ما شاء الله تبارك الله. واصلوا. الدكتوراه بانتظاركم. هذا الرجل مخرج عظماء يا جماعة، أب راع وجد راع. ارفعوا رؤوسنا، سيروا قاموا للدكتوراه، نعتزمكم نتغربكم. واصلوا. الدولة سهرانة على راحتكم ليل ونهار، سخرت للمال وراحتكم كل شيء مشان تصلون الوصول سليل. ما بقي إلا درجتين عليها عن الدكتوراه. واصلوا. مثل موصل اللي غيركم تكفون. ارفعوا رؤوسنا. ما اللي وصلوا احسن منكم. انتم ما شاء الله عيال حبايب القبايل والدوله اللي شجعت. الله اكبر على هذا الكلام. قسما بالله ما ذل دوله وبلد وطن في مثل هكذا رجال. الله يعزك ويعز السعوديه ويعز كل انسان يفتخر بهذا البلد. قولوا امين يا جماعه.